التطور ليس علما. هنكمل في السلسلة بتاعتنا النهاردة، وهنتكلم في جزء تاني مهم، وهو في دقائق سريعة عن البروتين أو بروتين فورميشن. عرفنا سابقا أنه ما يتكونش أحماض أمينية في الطبيعة بأدلة علمية، وده كان شهادة في حد ذاته أن الحياة لازم تكون بدأت بواسطة إله خالق. لكن حتى لو تماشينا جدلا أنه تم تكوين أحماض أمينية في الطبيعة، طب يتربطوا إزاي عشان يكونوا عندي سلسلة بولي بيبتايد وبعد كده تكون بروتين؟ دول دايبين موجودين يتكونوا في المية، لكن هم في وجودهم في المية في إشكالية، إن هم بيتنفروا. لو في المعمل أخذت قطرة من أحماض أمينية مركزة وحطيتها في كوب ماء، مش هتتقارب من بعض بل هتتنافر مع بعض بخاصية حركة براونيان أو براونيان موشن. أدي تقدروا تراجعوا هذا الأمر قدام حضراتكم، وهي خاصية حركة عشوائية للمركبات الصغيرة في السوائل تتجه للتنافر أو التباعد عن بعض. فازاي تربطت هذه الأحماض الأمينية معا لو قبلنا جدلا إن هم يتكونوا في الطبيعة ضد الخواصها الفيزيكوكيميكال كاركتر بتاعتها اللي تدفعهم إن هم يتباعدوا؟ هم عشان يتربطوا مع بعض ويكونوا سلسلة بولي بيبتايد وبروتين بيحتاجوا سلسلة من الإنزيمات اللي بينتجها مجموعة من الـ RNA. طب دول في الطبيعة بدون الإنزيمات دي مش هيتربطوا مع بعض، وعشان كده أقر بعض العلماء إن هذا لا يحدث في الماء. مرجع قدام حضراتكم. Do not occur spontaneously in water. الخطوة التالية، تكوين بروتين من، لو تماشينا جدلا إن الأحماض الأمينية تكونت بطريقة سوبر ناتشرال. تجارب حاول يعملها بعض العلماء، على سبيل المثال منهم عالم فيزياء حيوية وكمبيوتر اسمه دوغلاس شارب. على فكرة هذا الشخص أصبح مسيحي مؤيد للخلق بعد ما كان مؤيد للتطور، بعد أن درس وتأكد من خطأ التطور والفرضيات المختلفة. أول شيء واجهه هو أن الظروف اللي يقول إن هي كونت أحماض أمينية هي مخالفة تماما أو عكسية للظروف اللي نحتاجها لربط الأحماض الأمينية. بمعنى أدق، عكسي. يعني أحماض أمينية محتاجة مية، عشان أربطهم مع بعض اتنين حمض أمين يتربطوا مع بعض أنا محتاج أنزع منهم مية، يعني اتنين هيدروجين وواحد أكسجين. يعني مش بس محتاج ان هو يتشال من وسط مائي، لا ده محتاج يتكون وسط ينزع الماء. ازاي؟ من حاجات اتكونت دايبة في المية، والوسط اللي كونها واللي موجودة فيه هو الماء نفسه. طبعا ده خطأ، فهو تأكد انه تكوين بروتين من احماض امينية هو مستحيل في هذه الظروف، لانها ظروف ضد بعض وضد الطبيعة تماما. يعني ما تقدرش تنتقل من الخطوة الاولانية للتانية لانها عكسها تماما. أيضا الفرضية تدعي أن الأحماض الأمينية اللي اتكونت في مياه البحر أو مياه برك، ده مش هيمنع بس البروتينات تتكون من أحماض أمينية، بل هيمنع تكوين أي حاجة تانية زي دهون في وسط مائي وكربوهيدرات وغيرها، وأيضا أحماض نووية تتحد مع بعض في شريط نووي. فتأكيد خطأ ادعاء أن الأحماض الأمينية تكونت لوحدها في الطبيعة أيضا يؤكد خطأ ادعاء أن هي تربطت مع بعض لتكون بروتين. يعني الكائن الأولي اللي ظهر من شرب عضوية بروتينات وغيرها، ده أيضا مخالف للطبيعة إلا لو كان حاجة سوبر ناتشرال. ده عن اتحاد حمضين أمينيين بس. طب احنا بنتكلم على بروتين واحد بيكون معقد من مئات وأحيانا آلاف أحماض أمينية، إزاي يتكون؟ على فكرة احنا مش محتاج بروتين واحد عشان تبدأ الحياة، ده الخلايا البسيطة فيها 2000 إنزيم. على سبيل المثال المرجع قدام حضراتكم لفريد هويل يقول الخلية تحتاج إلى 2000 إنزيم لا يتكون أحدهم في الطبيعة. يبقى إزاي أقبل بأنه الحياة ظهرت في الطبيعة بدون إله خالق؟ دايما يرد علينا مؤيد التطور بيقولوا الآتي: ما نعرفش، ولكن ممكن نعرف بالعلم في المستقبل. هل ده صحيح؟ لا، على فكرة ده هروب بإلقاء الأمر على احتمالية أو مغامرة أو مقامرة في المستقبل. احنا لا نتكلم عن شيء مستنين المستقبل يكشفه، احنا نتكلم على شيء اثبت العلم عدم احتمالية تكوينه في الطبيعة، لا في الماضي ولا في الحاضر، يعني ايضا ليس في المستقبل، لانه بكل بساطة مخالف للعلم ومخالف للطبيعة. لماذا اؤمن بالتطور الذي ليس عليه دليل بل هو في الحقيقة عليه أدلة عكسية؟ بسبب أمنية ان هو هيكتشف في المستقبل رغم ان العلم الحاضر اثبت عكسه.
وعلى فكرة حتى لو تمكنوا من صناعته في المعمل بطريقة معقدة ذكية، يؤكد لي ان هو ما يتكونش في الطبيعة ومحتاج ذكاء لتكوينه. عشان كده قال احد علماء اللي كانوا مؤيدين لهذا الامر، وهو بروفيسور كلوس دوسي، يقول دراسة 30 سنة في الكيمياء والمركبات المتطورة ما حلتش الموضوع، بل اظهرت ضخامة مشكلة مصدر الحياة على الارض. يعني درس 30 سنة لغاية ما تأكد ان الموضوع صعب جدا ان يدعوا ان الحياة ظهرت على الارض بدون يعني مصمم ذكي بدل من أن تظهر لها الحل. وقال أن كل التجارب والمناقشات على مبدأ النظرية إما تنتهي بورطة أو تنتهي باعتراف بالجهل. آدي المرجع قدام حضراتكم. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ ده يوضح لي استحالة تكوينهم في الطبيعة. إحنا مش بنتكلم عن احتماليات، إحنا بنتكلم على احتمالية واحدة فقط، إنه احتمالية تكوينهم في الطبيعة هو الصفر، لأنه مخالف للطبيعة في كل الظروف اللي قلناها. وحتى لو تماشينا إنه تكون بروتينات في الطبيعة، هل وجود بروتينات يكون حياة؟ لا. الحقيقة في إشكالية تانية في هذا الأمر، إن المواد العضوية دي حتى لو تماشينا جدلا إن هي تكونت، هي غير حية، ما تعملش حاجة ذاتيا، ما ترتبش حتى نفسها بطريقة صحيحة. هضرب مثال بسيط جدا عشان تتخيله. لو عندك بيض حي ترقد عليه دجاجة، ده سينتج حياة. لو أخدت البيض ده وخلطته في خلاط معقم دافي وتركته في إناء معقم دافي، مش هينتج حياة. ليه؟ لأن أنت خالفت فقط الترتيب، بل هيبدأ يتكسر ويتحلل، وخاصة لو حضفت له مية وحتى هو معقم. أبسط من كده، خد أميبا ونقدر في المعمل بكل سهولة نحللها إلى مكونات أولانية عن طريق بعض الطرد المركزي وعدة إنزيمات مش هدخل فيها الآن، وهيبقى عندك المخلوط في كل المكونات المطلوبة للأميبا، وسيبها لوحدها مش هتكون أميبا. ده المنطق البسيط بالتجربة العلمية المتكررة والملاحظة يدمر ادعاء ان مواد عضوية اتجمعت بالصدفة وكونت حياة. ليه الإشكالية؟ لأن عندنا لا يوجد الترتيب الصحيح اللي هو الأكواد. ثانيا التفاعل معا، لأن البروتين بأكواد صحيحة بدون دي ان ايه ما يعملش أي شيء، وأيضا دي ان ايه بدون بروتين لا يعمل، والاتنين مع بعض بدون حياة لا يعملوا. الموضوع ده اتكلمت عنه دلوقتي مع حضراتكم باختصار، لكن اللي عايز تفاصيل هذا الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يرجع للينكات اللي قدام حضراتكم.